في حي العطارين عاشت جنسيات كتيرة بمحبة وتسامح. هنا كنت تسمع لكنة الشوام والمغاربة مع صوت وضحكة اليونانيين والتلاينة، مع فصال الأتراك والأرمن واليهود وبيعلى عليهم خفة دم المصريين. ومع الزمن اختفت محلات العطارة اللي كانت موجودة وظهرت بدلها محلات بيع الأنتيكات والموبيليا القديمة من بداية الخمسينيات، مخصوص لبيع ممتلكات الأجانب اللي مشوا من مصر. وبقت العطارين قبلة لكل مريد اقتناء الموبيليا الكلاسيكية والنجف الكريستال الغالي والبحث عن القطع الصغيرة النادرة. النهاردة الزبون قل وتغير، والبضاعة كمان قلت وتغيرت، لكن غاوي التحف القديمة مستعد إنه يقضي 7 سنين في العطارين. عم حسين، لو حد بقى جاي وجديد تمام، انت تقول له ده قديم وده جديد؟ طبعا هنا في شغل مصري قديم وفي شغل جديد وفي شغل فرنساوي وفي شغل انجليزي كده. طيب يعني مثلا ده، مثلا الباسكت ده، يعني دي اوضه، دي نجفه بتاعت اوضه نوم فرنساوي. مظبوط. بصي حضرتك البوكيه الورد معمول ازاي من تحت، كله هاند ميد. ده حد بقى جادل النحاس ده ولا البرونز؟ ده برونز، بيجدله كده وبيتعمل الورد ده كله شغل يدوي يعني. والخراشيف دي؟ الخراشيف دي فرنساوي برضه. دي اصليه الخراشيف دي؟ اصليه فرنساوي بتحفه، لان الخراشيف اللي عملناها في مصر بقت خراشيف كبيره تخينه. ايوه بس كده. زمان كانوا لا ده كانت ارق من كده كمان. لا ده زمان كانت ارق شويه. تمام. بس ده فرنساوي. طب ومثلا حاجه زي دي؟ ده شغل، ده شغلنا بقى، شغل السبعينات. ده شغل مصري قديم. احنا كنا بنعمل النجف قبل الصينيين اصلا ما يشتغلوا فيه يعني. وده بقى ده ارت ديكو، دي نجفه فرنساوي ارت ديكو. بس ده خشب مش بتاعها. لا بتاعها فندم كله، دي بتاعتها؟ لان دي ده نحاس احمر اهو. ايوه لسه كنت هقول لك. اصفر تحت اهو. الله، اللي هي الدراع اصفر. أيوة. والدي حمر. بصي بقى، والدراع كمان ده فيه ميزه ان هو متحرك. تقدري تقلبي الإضاءة زي ما انت عايزة، أو عايزة تعمليها على تحت زي ما انت عايزة. لا وبص الشغل اللي فوق حلو ازاي. وكمان في حاجة عايز أقولك عليها. بصي زمان كان السقف قد إيه؟ عالي، وعالي قوي جدا طبعا. هتلاقي ارتفاع النجفة مثلا بتاع 1.50 متر. صحيح. دلوقتي أكتر نجفة 70 سنتي. وفين بقى الشغل الحديث خالص؟ بصي الشغل الحديث يا فندم، لو احنا جينا كده هو ده شغلنا، شغل حديث اهو. هتلاقي بص البرونز شغل مختلف. بص حضرتك الفرنساوي عامله ازاي. لا لا دي جميله، دي دي جميله. بص الازاز اصلا يعني تفاصيل بتاعتها مختلفه دي خالص. رائعه. شغلنا المصري، الشغل المصري القديم بتاع زمان اللي هو عامل زي الفرنساوي. كان في ناس زمان يحبوا الرفايع. اللي هي يحبوا مثلا ادوات التسريح القديمه. تمام. اللوحات الصغيره الكانفاي. لسه في زبون لده؟ موجود يعني، الزبائن دي لسه لغايه دلوقتي بتحتفظ بالحاجات دي، وفي منهم اللي بيتخلى عنه يبيعه خلاص زهق يعني، لان هم بيحبوا يجددوا يعني. برضو بتوع الانتيكس دايما يحب يجدد في بيته، ما يحبش الحاجه تفضل قدام منه على طول فعلا. طبعا. ولا حب الاقتناء يخليك ما في منهم ناس لا، لو الحاجه باظت وسوست يرميها بس ما يبيعهاش يعني. طب بقول لك ايه، اكتر حاجه صعبه وغلسه هي صيانه الحاجات القديمه. تمام. يعني لما الاقي حاجه، او حتى لو في بيت جده حد ولا عمه حد، قطعه كده يا هتترمي يا هتتعاد بقى رونقها. مين عندكم في السوق لسه على قديم وبيشتغل الشغل اللي بالجملكة ويصين الحاجة زي ما هي؟ تمام. يعني عندي حد اسمه أسامة. أسامة ده ستورجي من الشاطرين قوي، بيشتغل في الشغل القديم بس، ما بيشغلش شغل جديد. ده بيشتغل لسه بالجملكات، وبيشتغل لسه بالخفاف والشاشة والتيلة، والحاجة تقعد عنده ممكن بالشهر ولا حاجة عشان يطلعها يخدمها لك صح جدا. هتعرفني عليه؟ هعرفك عليه. حاضر. عينيا الاثنين. هنا عم أسامة؟ هنا عم أسامة. لا حلو البوفيه ده. ده بوفيه فرنساوي جاي يتعمل له صيانه ويتجدد ويرجع تاني زي ما كان. ده البرونز بتاعه جميل. الخشب بتاعه والقشره بتاعته النهارده دي ما تتعملش النهارده يعني. طبعا. واخد بال حضرتك؟ وايه ده؟ دي الدرف بتاعته كده هو. دي درف اهي. دي درفتين. شوف مدور وناعم. شغل الجلبيهات الفرنساوي الهادي الرايق يعني، عارفه حضرتك ازاي؟ حلو قوي.
بصي شكله عامل ازاي. أوي أو لونه جميل. البرونز بتاعه كله منقش كله. وده بالها دلوقتي. وهنا في اسكندرية في بقى حد يفك البرونز ده ويلمعه. في عندنا الحاج أسامة هو اللي متخصص بقى عندنا، بيلمع الشغل الأنتيكس القديم. بيعمل الشغل ده على ايده وشغل يدوي يعني. اهو. ده بالك. ده الحاج. اهلا يا عم أسامة. زي حضرتك ان شاء الله تكون بخير. الله يبارك لك. حاج حسين قال لي ان انت بتشتغل بالجمالكة وبالقطن. والخفاف. هو ده الشغل بتاعنا احنا. اللي هو الشغل اللي هي الاصلي يدوي القديم. انت دلوقتي بتلمع النحاس بتاع ده. ده بيبقى جاي بول، بيبقى جاي حد يصلحه. ايوه. بعد ما بنديله طبعا اللون الاسود بتاعه. بس ده لك ايه؟ لا اسود اسطر. اسود اسطر؟ اسطر. جملكات. بالفعل. يعني التغميق ده كله اسطر. مش ده انا قلت ده لك ايه مخصوص. لا. بيجي لك احيانا يا عم اسامه حاجات تبقى يعني تضطر تعملها من اول وجديد خالص؟ هو عامه انا الشغل اللي بيجي لي كله انا لازم ارجعه كله للخشب. كله للخشب. ما ينفعش ان انا ابدا من النص، لا ببدا المرحله بتاعتي من الاول خالص، ان انا ببدا ابرش واصنفر. عندك عينه هنا؟ انا شفت مكتب. بص حضرتك. في مكتب اهو. ده بتاعك يا عم حسين؟ ده المكتب ده ايه؟ ده مكتب، ده يعتبر موديله فرنساوي مصري قديم جدا، كان كله بالبرونز، فكينا البرونز. يعني هو مصري قديم بس موديل فرنساوي. فرنساوي يعني اللي عامله كاد يكون خواجه مثلا. ماشي مفهوم. كل ده مطرح ما فكيته البرونز. كل ده برونز كله. مين علمك؟ الحاج علي لوزه الله يرحمه. الله يرحمه. ده كان من الاسطوات القديمه. يعني استا اقدم علمك. اقدم كتير. علمك انت. هو ده معلمنا. انت بتعلم حد بعدك يا مصطفى؟ لازم. عندك صبيان بتعلمك؟ في عندي اخويا اصغر مني يعني. وفي عندي ابني وفي معايا واحد صبي تاني. بتغلب يا عم اسامه على بال ما تلاقي صبيان يشتغلوا معاك؟ ما بصي ما فيش حد غريب دلوقتي، ما فيش حاجه اسمها صنعه، الصنعه دلوقتي انقرضت. فلازم اللي هو اللي بناخده دوت مننا بنحس ان هو بنعلمه ينفعنا احنا بعد كده مستقبلا. يعني لازم تاخده صغير كده تربيه. لازم عشان يشرب الصنعه. اللي معاه اخده كبير مش هيستفاد منه بحاجه وهو مش هيفيد نفسه. صحيح. واخد بال حضرتك؟ لازم ناخده صغير ونربيه معانا. ميرسي يا عم اسامه جدا على وقت حضرتك وبرافو عليك. شكرا حاجة ان شاء الله يا رب يكتر الناس وتوضب الحاجه بتاعتك. الله يكرمك. شكرا. مع السلامه يا عم اسامه. ميرسي يا عم حسين والله انك عرفتني على اسامه ده. ربنا يخليك يا فندم. صناعي ممتاز جدا. لسه في امل يعني؟ طبعا لسه الحاجه موجود، في ناس كتير طبعا بتشتغل لسه برضه شغلتنا. والسوق حلو والدنيا جميله. ناس هنا شعبيين وناس كويسه وناس بتحب بعض هنا. هو بس موجودين. كان في هنا محل كان بيبيع حاجه القهاوي والطاوله وكده. كان طبعا اشهر حد عندنا هنا في اسكندريه الحاج حسني حبشي الله يرحمه. ايوه. ده يعني يعتبر هو كان كبير السوق كله الله يرحمه. مش كده كان مختوم بفناره كده؟ ايوه فندم. أيوة. طبعا شغل الفنار ده مشهور بيه. الحاج حسني يعني. ايوه. شغل كان ممتاز يعني، وابنه موجود دلوقتي معتز بيكمل مسيرته يعني. الحمد لله. الحمد لله يعني. الحمد لله. بص يا حسين احنا بقى واحنا ماشيين عشان تفتكرنا زي ما انا هفتكرك على طول. اكيد يا فندم طبعا. عندنا فنان بيشتغل معانا. هات يا عبد الله. عبد الله بيعمل بورتريه. ربنا يخليك. واحنا بنخليه عشان تفتكرنا بس بيه. ربنا يخليك يا فندم. شكرا. وهديه مقبوله. احطه بقى في المحل. احطه في المحل طبعا يا فندم. طبعا من ضمن الاشياء. اكيد يا فندم. مبسوط قوي يا حسين النهارده. انا متشرف بحضرتك والكاست كله بتاع حضرتك. ميرسي ميرسي ميرسي. ربنا يخليك يا فندم. مع السلامه. نورتيني يا هانم. ربنا يخليك يا هانم. ورا كل تحفة أكيد صاحب كان ابن عز وعيلة وجاه، وأنتيكات ليها ماضي عتيق وتاريخ محدش يوم ينساه. من إيد لإيد تشتري وتبيع لحد ما يبان لها صاحب، وفيه اللي عرف في تركنك وهو ده حالك يا حياة.